هنبتدي جولتنا النهاردة بمانشيت جريدة أخبار اليوم كتبه الزميل أحمد حمدي رئيس تحرير البرنامج ومحرر شؤون رئاسة الجمهورية بجريدة أخبار اليوم، وجاء بعنوان الرئيس يتفقد تطوير طرق ومحاور القاهرة الكبرى. السيسي يؤكد متابعته الشخصية لآراء المواطنين حول طريق الساحل الشمالي، وجاء في التفاصيل تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر أمس الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس تضمنت تفقد سير العمل بتطوير كورنيش المقطم، فضلا عن المحاور المؤدية إلى هضبة المقطم والتي ستساعد على سهولة وسرعة ربطها بمختلف أحياء القاهرة وتتيح انتقال المواطنين على نحو يسير، بما فيها محور ياسر رزق الذي سيربط منطقة وسط البلد وطريق صلاح سالم بهضبة المقطم. وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس تطرق إلى الأعمال الجارية حاليا لتطوير طريق الساحل الشمالي، مشيرا إلى متابعته الشخصية لآراء وملحوظات المواطنين بشأن الطريق، ومؤكدا سيادته بأنه لم يتم الانتهاء بعد من تطوير الطريق بالكامل وبشكل نهائي بما يشمل كافة الأعمال الفنية وتزويده بالخدمات والإرشادات المرورية اللازمة لتنظيم حركة السيارات، مشددا على أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والمغرض من بعض الأطراف التي تسعى دائما إلى تشويه الجهود التنموية الضخمة المبذولة على مستوى الجمهورية. دكتورة مايا، عايزة أخد من آخر جملة في هذا الخبر ونبتدي به حديثنا، وهو الرئيس بيقول جهود تنموية ضخمة مبذولة على مستوى الجمهورية. كلنا لمسين هذه الجهود وكلنا حاسين بيها، يمكن قبل ما نخش الهواء وإحنا قاعدين أنا وزمايلي في الكنترول وكنا بنتابع التقرير الرئاسي عن جولة الرئيس امبارح، يعني مثلا ما حدش أبدا فكر في الممشى والكورنيش اللي في المقطم. يعني مثلا احنا عندنا دلوقتي ممشى اهل مصر، تمام، دلوقتي بقى في المقطم، في اكتر من رئه للمواطنين المصريين، بعمليه الربط، شايفه ده ازاي؟ انا شايفاه دي مساله تنمويه وتطوير بشكل كبير جدا جدا تحت قياده الرئيس. يعني ابسط حاجه، انا وجايه النهارده كان من زمان الطريق واحد بس، اللي هو انا اجي من مثلا من عند المهندسين عشان اوصل المدينه هو طريق واحد. انا النهارده عندي بدل الخيار الواحد 3-4 خيارات، يعني عندي كذا بديل، يعني انا عندي انفراجه، عندي ما بقاش في ازمه مروريه، عندي سرعه في الوقت، عندي مصالحي بانجزها سواء انا كدكتوره مايا او بقى الشركات والمصانع وكل الناس. فدي انطلاقه تنمويه كبرى عظيمه، ده تاسيس اللي احنا بنطمح له دائما، اللي هي التنميه ويعني انشاء المدن بشكل سليم ومتكامل، لانه اي مدن هي اساسها الطريق النقل والمواصلات. مش بس كمان احنا كمان اللي عندك الممورال، عندك الانفاق، عندك الكباري، عندك المحاور، ده اصبح تقدري تلفي ما تيجي مثلا مدينه نصر او التجمع ل 6 اكتوبر ممكن تقعدي فيها ربع ساعه نص ساعه، وبدل بديل لا ده في بدايل، بحيث اللي مثلا عايز ينزل نص البلد يقدر، اللي عايز يروح مثلا ناحيه المطار يقدر. يعني كلها شبكة محاور متميزة معمولة بكافة الطرق اللي هي بتتيح لك الخدمات كمان عليها. يعني احنا عندنا موضوع مهم جدا انه مش بس طرق، لا ده عليها خدمات 24 ساعة مؤمنة لكافة جمهور المواطنين، ودي حاجة هايلة طبعا. صحيح، عايزة برضو اقول حاجة في النقطة دي، انه جودة الطرق دلوقتي يعني يمكن برضو كنا احنا بنتكلم، بنلاقي نسبة الحوادث بقت أقل بكتير من الفترة السابقة، وإحنا كنا في التصنيف
من أعلى الدول في حوادث الطرق. بس الحمد لله دلوقتي بقت النسبة أقل، لأن كمان الطريق مش بس عندي محاور جديدة، عندي جودة في الطرق. يعني ما هو ده الخدمات بقى اللي بتقدمها الطرق، بلاس لطرق المراقبة، وإزاي نقدر نعمل الملصق الإلكتروني، الملصق الإلكتروني دي والكاميرات مراقبة. أنت كل ما يبقى الإنسان عنده فيه نوع من الرقابة بطبيعة الحياة بيبقى بيفكر قبل ما يعمل الغلط كذا مرة. بلاس كمان الخدمات الإلكترونية، يعني مثلا يقول لك هنا إيه امشي 60، هناك امشي 80، هنا تقدر في مناطق أنت ونازلة من على الكباري بيقول لك امشي 40. فده كله بيقلل من نسب الحوادث، بالإضافة لعبور المشاة. مناطق عبور المشاة ما شاء الله أصبحت كبيرة وممتدة وكل الناس تقدر تعبر. إحنا بالأول كان في عندنا أزمات، يعني عبور المشاة ده كان في أزمة فيه، الآن لا، إحنا تخطينا الأزمة دي، وجدنا خدمات، وجدنا حاجات إلكترونية، رقابة أكتر على العربيات، في حكاية السيت بيلت، وكان إحنا أمننا المواطن. يعني دي حاجة هايلة جدا ما كانتش قبل كده موجودة، إحنا أمننا الطريق والمواطن وقدمنا له الخدمات. فكده أنت بتحصلي على حاجات يعني متكاملة في راحة وخدمة المواطن في النهاية، ودي هدف الدولة يعني حقيقة. طيب الرئيس برضو مبارح تطرق لموضوع، خليني أقول أنه شاهد حالة من الجدل الكبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وهو الساحل الشمالي. يمكن السادة المشاهدين اللي خارج مصر، عدد كبير من المصريين دايما بيبقى في شهر 7 و8 زي ما بنقول القاهرة، أو ناس كتيرة جدا بتتنقل للساحل الشمالي. وكانت في مشكلة في طريق الساحل الشمالي القديم، يعني هو كان حالته كانت سيئة. لما اتعمل الجديد يعني برضو أثار حالة من الجدل، والرئيس علق عليها وقال هو الرئيس بيتابع جيد جدا، يعني دايما أهم التفاصيل. لا والساحل سوري عفوا السوشيال ميديا هو بيتابع اللي بيحصل على السوشيال ميديا، الحوار اللي بيحصل. صحيح. بس هو قال الرئيس إنه استنوا لما يخلص. صحيح. يمكن الناس لسه مش صبرة في الحتة دي لأنها بتطلع، خليني أقول والعيد خلاص على الأبواب. صحيح. كل سنة وحضرتك طيبة. فشايفة يعني تعليق حضرتك على الموضوع ده؟ والله أنا شايفة أنه دلوقتي إحنا في صدد، أولاً الرئيس لما احنا اخذنا الخطوه دي وهي فكره التطوير بتاع الساحل الشمالي، طب ما هو من البديهي احنا هنبتديها دلوقتي وقبلها بشويتين، بس الناس لازم تصبر. احنا عندنا دايما ناخد رده الفعل على طول، ما بناخدش الفعل. اولا زي ما حضرتك قلتي احنا في فتره، اولا كل المواطنين العرب، كل المواطنين المصريين راجعين دلوقتي من دول الخليج، كله جاي عندنا في مصر يصيف ينبسط يروح ويجي، فالمناطق دي لازم يعني إعادة النهضة إليها بشكل أو بآخر وتنميتها. رقم واحد أما أشوفها لخدمة وجه مصر السياحي، لأن إحنا عندنا أكتر من تلت أثار العالم. فإحنا مش بس عندنا أثار، لا إحنا عندنا شواطئ ومن أهمها الساحل الشمالي. فالناس للأسف زي ما أنا بقول لحضرتك بتاخد ردة الفعل، لازم تستنى ولازم تاخد وقتها، وبعد كده يبقى نتكلم على الامر الواقع مش مجرد افتراضات. بالعكس احنا شفنا في الاول كان في ناس تقول لك كباري وكباري، لا بالعكس حصلت انفراجه، يعني الناس لازم تستنى عشان تحصل على النتيجه الحقيقيه للمشروعات التنمويه اللي انا شايفاها قمه في الاهميه والخطوره، لانها بتخدم على حاجات كتير قد احنا كمواطنين في حياتنا اليوميه ما بقاش واخدين بالنا منها. يعني زي ما حضرتك قلتي مشكوره، احنا خلاص احنا داخلين على الصيف، فلازم يحصل العمليات دي التنموية بخاصة في منطقة الساحل، فالناس تستنى شوية وهتلاقي. هو عامة يعني يمكن احنا عندنا أي شيء جديد بنبقى رافضينه، أي جديد يعني في أي مجال بنبقى دايما عندنا حالة الرفض الأولية دي، وبعد كده الناس بتقدر تتعود.